على الرغم ان كتالوني وعاشق لفريق برشلونة الاسباني، ولكن دي كرة القدم برضو، وبرشلونة بصراحة قدام فريق البايرن عموما بتترعش، بتحصل في كرة القدم. ولكن امبارح رغم حزني على اداء فريق برشلونة، كان في نقطة مضيئة جدا في هذه المباراة، وهو لاعب عربي جميل جدا عليه قصة لطيفة جدا، نصير مزراوي نجم المنتخب المغربي ولاعب اياكس امستردام السابق ولاعب فريق بايرن الحالي. ليه نقطة مضيئة؟ قبل انتقال نصير مزراوي الى فريق البايرن، الجميع كان بيقول لك ان هو سيكون ضيف شرف من نوعية اللعيبة العرب اللي تنتقل الاندية الكبيرة ما تتألقش، زي مثلا لما صلاح في بداية توهجه كده وهو كان لسه حتة ورور في فريق بازل وانتقل لتشيلسي، مورينيو ما كانش شايفه وبيعامله معاملة ان هو انت جاي طفرة كده لقطة وهتمشي وبيجهزه عشان يمشيه. فكتير جدا كان عمال يقلل من قيمة انتقال نصير مزراوي، وقلقنا يجي يقول لك ايه يعني زياش حالة استثنائية، حكيمي حالة استثنائية، لا بقى المغرب مش هتكتسح، العالم كله مش بتاع المغرب، مش لازم نصير مزراوي هينجح، وانسى. وبصراحة انا نفسي كنت منتظر بداية حقيقية لهذا اللاعب، اتفرج عليه اشوفه يعمل ايه. ولكن عزيز المتابع، عزيز المشاهد، انت في حضرة ابناء اسود الاطلس، الرجالة اللي بجد اللي بتسد، الرجالة اللي يعني من رحم العناء وفي شدائد والتحديات يتولد منهم اصرار، وده اللي بيتسمى واللغة الدارجة الجيرنتا. الجيرنتا المغربية، الحاجة اللي خلتني أعشق الرياضة المغربية عموما، من جرينتا الجماهير وإحساسها وروحها، من حماس لاعبي أسود الأطلس، من الروح الشديدة والوطنية الشديدة عند اللاعبين اللي بيمثلوا منتخب بلادهم، من الحزن الشديد اللي كان عند زياش لما تم استبعاده من منتخب المغرب، من الإصرار عند أي لاعب مغربي ما بيحبش أبدا يكون ضيف شرف، ما بيحبش أبدا يكون مجرد لاعب كمالة عدد وعنده نظرية عقدة الخواجة، يجي يقول لك أنا مين في وسط الدنيا الزحمة دي، أنا مين. وده على فكرة يا جماعة الموضوع ده أصلا شائع، اللاعب العربي لا يقل أبدا عن اللاعب الأجنبي، ولكن في نظر البعض يجي شايف يجي يقول لك لا إمكانياته أحسن، يا ابني حاول يا ابني جرب، لا 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 أكيد الأجانب أحسن، أكيد اللعيب البرازيلي أحسن، أكيد بتاع إنجلترا أحسن. هم دايما عند البعض في عقدة الخواجة، لكن مع بعض المغاربة واللي كسر القاعدة دي نجوم كتار، النجوم كتار في الكرة المغربية الفترة الأخيرة أثبتوا وجودهم، ومش بس كده أصبحوا يصنفوا كأفضل لعيبة في مركزهم في العالم، زي حكيمي، زي زياش، وبونو حراسة المرمى، في كل مكان هتلاقي نجم، مش نجم مغربي عادي، لأ ده نجم مغربي مؤثر ومن أفضل لعيبة في العالم. طب بعد ما حكيمي وصل للمرحلة دي قالوا بقى يمكن طفرة، جه نصير مزراوي من فريق اياكس في صفقة انتقال حر، وقال لك البايرن جايبه يمكن يحطه كده اي حاجة ويشارك 3 4 دقايق، خصوصا ان هو سنه لسه صغير، ويسوقه بعدها بسنتين 3 ويبيعه. دي القصة، دي الحدوتة، دي الرواية اللي كان يتوقعها البعض، واللي ناس كتير جدا قالت خلاص يعني مش حراسة المرمى بونو متألق وزياش متألق وحكيمي متألق وغيرهم من أسماءه بالهند وأسامي كتير جدا والزلزولي، أنا هنسى إن قوام كبير جدا من اللعيبة هيجي لعيب كمان يتألق، مش بس يشارك يتألق مع البايرن. قال لك واسعة، دي قال لك واسعة قوي. نصير مزراوي نزل قدام فريق كبير جدا اسمه برشلونة اللي أنا بعشقه جدا، ولكن انا حسيت ان انا بتفرج على ميلاد نجم جديد جدا في الكره العالميه مش بس المغربيه، وحسيت بلاعب قد ايه واثق من نفسه رغم صغر سنه 24 سنه وبيلعب في اجواء تنافسيه كبيره جدا، لا حس بعقده الخواجه ولا حس انه قليل ولا قال لك الحلم ده كبير عليا ولا كان نازل مرعوش ولا مخضوض، بروح واصرار نجوم اسود الاطلس اللي انا بعشقهم، اللعيبه الجامده، الرجاله اللي ما بتخافش، اللي يجي بوقت الشده وقت الصعوبات يقول لك انا موجود، بجيل كان اضعف من دوت في كاس العالم بخالد بوطيب وغيرهم المغرب كانت موجوده وبتسد وعملت اداء رائع، ما بالك دلوقتي المغرب تملك كتيبه كامله
من النجوم العرب الرائعين اللي احنا نتشرف منهم امازيغ وعرب، عشان برضو ندي لكل واحد حقه يعني. لان هو نصير مزراوي يقول لك ان هو امازيغي على الرحب والسعه وعلى راسنا طبعا، انه اغلب المغاربه امازيغ ويعتزوا بثقافتهم ويعتزوا بهذه يعني المكانه، نحترمها ونقدرها. احنا بنحبكم بقى امازيغ عرب على راسنا من فوق، بنعشقكم نقدركم لانكم ناس محترمه. بغض النظر فالمكانه دي دايما النظره بتاعه اللاعب العربي واللاعب الامازيغي، اللاعب اللي هو في الحته اللي احنا فيها دي، اللاعب الافريقي بصفه عامه، دايما بيبقى عنده حدود. ليه محمد صلاح نجمنا المصري الفرعون المصري المتالق وصل المكانه دي؟ لانه كسر قاعده من ضمن هذه القواعد، اللي هو ما شافش نفسه قليل، ما قالكش انا في الحته دي مش هعرف. طيب ده صلاح، هل عندنا لعيبه في المنتخب الوطني قدرت تكسر ده؟ الموضوع كان صعب دايما، كل مثلا 10 سنين 15 سنه تلاقي لعيبه عندنا مثلا في الكره المصريه يحاول يكسر القاعده دي. عمرو زكي طفره، احمد حسام ميدو جات له طفره، محمد صلاح حاول، لكن ما فيش يعني لعيبه ما بينهم ومن بعض يعني فروق زمنيه كبيره جدا. ولكن تلاقي قوام 20 لاعب في جيل واحد من اول حراسه المرمى لحد المهاجم بالاحتياطي كلهم نجوم في اكبر الفرق العالميه، يا له من فخر عظيم لابد ان تعتز به المغرب، ويا له من فخر عظيم لابد احنا كمان كعرب نعتز بهذا الفخر لبلد عظيمه، مملكه عظيمه اسمها المملكه المغربيه، صانعه للرجال. وايضا مش بس المحترفين عزيزي المتابع، ده عندهم دوري رائع انا متيم بيه اسمه الدوري المغربي، دوري المحترفين الرائع من وجهه نظري، لا يقل قيمه ولا قامه على الدوريات اللي بره، من ناحيه الجماهير، من ناحيه التيفوهات، من ناحيه الروح، من ناحيه ايضا صناعه النجوم وصنع لعيبه. لعيبه محترمه جدا جت من الوداد، لعبت في المنتخب المغربي وانضمت للقائمه، لعيبه ايضا من الماس، لعيبه تنضم من الجيش الملكي، من الرجاء، الدوري المغربي ولاد اولمبيك اسفي مع طارق مصطفى المتالق، اجواء رائعه جدا، جميع الجماهير هناك تقدم ايضا لوحه فنيه وتقول لك احنا موجودين. الامكانيات الماديه والفلوس مش كتير في الدوري المغربي، ولكن المواهب كتير جدا جدا، ومحظوظه المغرب برجالها، ومحظوظين احنا ان احنا عندنا بلد جميله جدا ولاعيبه محترمه جدا وشعب راقي جدا محترم جدا بحبه جدا بزاف بزاف، لانهم ناس راقيه ومحترمه وما شفتش منهم العيب. وما دام مستمر معاكم في تغطيتي فانا اتمنى تدعموني بلايك، واتمنى ان انتوا تفضلوا تدعموني في قناتي، لاني بتعرض لبعض المضايقات، ولكن انتوا عارفين اسلام وعارفين دماغه ان هو دايما بيحب يقول كلمه الحق بغض النظر يزعل اللي يزعل، انا بقول اللي جوايا وانا مرتاح، ما بحبش امشي على دماغ حد، دايما بقول الحقيقه. قبل ما اقفل معاكم اتمنى الفيديو ده يصل لكل مكان وتستمر تغطيتنا للكرة العربية الرائعة جدا وللمغرب تحديدا، وتحية كبيرة جدا لأسرة نصير مزراوي اللي صنعت نجم كبير للكرة العربية وصنعت ايضا للكرة المغربية، تحية كبيرة لهذا اللاعب الرائع. تحياتي لكم، اسلام علوي، واشوفكم بإذن الله في فيديو اخر. سلام عليكم.